السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنصر الأساسي الأول المكون لبرنامج الحماية التنفسية ألا وهو الوقاية من مخاطر العدوى التنفسية من خلال الضوابط الإدارية. المحتوى: أولاً إنشاء برنامج الحماية التنفسية وتعيين المسؤوليات. ثانياً مناقشة أنشطة برنامج الحماية التنفسية في اجتماع لجنة مكافحة العدوى الدوري. ثالثاً تطوير سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنفسية. رابعاً تطوير رصد وتقييم برنامج الحماية التنفسية. خامساً توفير التعليم والتدريب في مرافق الرعاية الصحية. إنشاء برنامج الحماية التنفسية وتعيين المسؤوليات. من الضروري وضع وبناء برنامج فعال للحماية من مخاطر العدوى التنفسية مع التركيز على منع انتقال الأمراض المعدية التنفسية. مناقشة أنشطة برنامج الحماية التنفسية في اجتماع لجنة مكافحة العدوى الدوري. نظراً لأن كل منشأة صحية يجب أن يكون لها لجنة منتظمة متعددة التخصصات لمكافحة العدوى، يفضل مناقشة أنشطة برنامج الحماية التنفسية كجانب رئيسي في جدول أعمال اللجنة نفسه لضمان استمرارية البرنامج واستباقيته. بعض مواضيع برنامج الحماية التنفسية التي يمكن مناقشتها في اجتماع لجنة مكافحة العدوى: مراجعة أنشطة برنامج الحماية التنفسية وضمان فعاليتها. أنشطة برنامج الحماية التنفسية وتشمل تنفيذ ورصد وتقييم البرنامج في المنشأة، تنسيق أنشطة البرنامج والإشراف عليها والتواصل مع جميع الإدارات ذات الصلة لضمان استمرارية البرنامج واستباقيته، التأكد من أن اللجنة تحلل وتحدد حلولاً لأي معوقات محتملة للتنفيذ الفعال لأنشطة وتدابير برنامج الحماية التنفسية، بناء نهج علمي وقائي للتأكد من تواجد العاملين الصحيين والمرضى والزوار في بيئة آمنة وحمايتهم من التعرض لمخاطر العدوى التنفسية. تطوير سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنفسية. يجب على المستشفى أن يضع سياسات وإجراءات شاملة ومعتمدة تحكم جميع جوانب خطة عمل البرنامج. ينبغي وضع سياسات وإجراءات البرنامج وفقاً للدليل الإرشادي واللوائح الصادرة عن وزارة الصحة. يجب أن يتمكن العاملين الصحيين من الوصول إلى سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنفسية. يجب أن يكون لدى كل منشأة صحية نظام لتطعيم العاملين الصحيين المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدي أو نقلها، بما في ذلك كوفيد-19 والإنفلونزا والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والسعال الديكي والجدر المائي. حفظ سجلات برنامج الحماية التنفسية. يتطلب برنامج الحماية التنفسية عدة أنواع من السجلات المدونة، ككتابة سياسات وإجراءات برنامج الحماية التنفسية وسجلات اختبار الملائمة، أي رخصة مهارات مكافحة العدوى الأساسية ومحاضر اجتماعات اللجنة والإمدادات الخاصة لحماية الجهاز التنفسي ونموذج صيانة غرف عزل العدوى وتكون متاحة لجميع العاملين الصحيين. تطوير رصد وتقييم برنامج الحماية التنفسية. يلزم رصد البرنامج وتقييمه باعتماد النهج التالي: رصد وتقييم البرنامج بشكل دوري من قبل فريق برنامج الحماية التنفسي لضمان نجاح تنفيذ البرنامج. يجب على كل منشأة مراقبة وتقييم أنشطة البرنامج لتحديد ما إذا كانت تعمل على تطبيق الممارسات الآمنة، وتحديد أي نقاط ضعف محتملة وأماكن وجود الخطر. يجب على أقسام المنشأة الصحية بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى مراقبة وتقييم فعالية البرنامج لضمان الامتثال للدليل الإرشادي ولوائح وزارة الصحة. يجب استخدام أدوات قياس الأداء التي تحقق توحيد معيارية سمات وجوانب أداء المنشأة الصحية في جميع الأنشطة التي تمارس فيها، على سبيل المثال إحراز التقدم فيما يتعلق بتغطية اختبار الكمام التنفسي عالي الكفاءة.
يجب أن تكون جميع المستندات متاحة لجميع الإجراءات. توفير التعليم والتدريب في مرافق الرعاية الصحية. يعد التدريب على برنامج الحماية التنفسية عنصراً أساسياً للالتزام بتطبيق الممارسات الآمنة، وذلك لتحسين معرفة وكفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والزوار. شكراً لحسن استماعكم.